بالأبيض والأسود في شاشة التلفزة المغربية كانت كافية لتشد الناظرين وتمتعهم لساعات طوال. إلى أي مصير تسوقني إليه يا ثعلبان؟ إنه زمن الستينات، أول لقاء للمغاربة مع التلفزة المغربية. حميد عاش هذا الزمن. اليوم في عقده السادس ينتبه شوق عارم كلما استرجع ذكرياته مع برامج التلفزة، ذكريات استثنائية يحتفظ بها المغاربة مع بث التلفزة المغربية بالأبيض والأسود منذ افتتاحها بداية الستينات من القرن الماضي.